لا توجد جريمة كاملة، مصطلح اعتدنا سماعه وتثبتت صحته مئات بل وآلاف المرات على اختلاف الأزمنة وعبر كل بقاع العالم، لكن لكل قاعدة لابد من استثناء يلغي القوانين المتعارف عليها ويضعنا أمام نوع مختلف من الجرائم قيد ضد مجهول بعد تعاقب السنين تعجز معها أجهزة الشرطة في العثور على الجناة وفك لغز جرائم لا تزال غامضة إلى يومنا هذا، كما لا تزال هناك أسئلة كثيرة لا يمكن الإجابة عنها بخصوص تلك الجرائم في ظل غياب المتهم الرئيسي. بطل قصة اليوم قاتل أرعب القلوب وحير المحققين وظلت هويته غامضة إلى حد اليوم، سار على خطى سفاح لندن المجهول جاك السفاح ومصاص الدماء بيتر كريتن المعروف بلقب سفاح دوسلدورف، أنه قاتل زودياك المتسلسل الذي أرعب النفوس وواحد من أخطر المجرمين الذين شاهدهم التاريخ. من يكون هذا القاتل الغامض؟ كيف تمكن من إخفاء هويته؟ ولماذا عجزت الشرطة الأمريكية عن الوصول إليه؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها باقي دقائق هذا الفيديو، ولكن قبل التفاصيل ندعوكم مشاهدين الأعزاء إلى الضغط على زر الإعجاب وكذا على زر الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس لتكونوا أول من يتوصل بكل جديد غريب وواقعي. لنتابع أصدقاؤنا، لا تنسوا أننا قد بدأنا في قراءة 5 تعليقات في نهاية كل حلقة. اضغط زر الإعجاب واترك تعليقك سواء كان رأيا في القصة أو انتقادا بناء، وسوف نجيبك في نهاية الحلقة المقبلة. فلنبدأ. لا شك أن العديدين حول العالم قد شاهدوا الفيلم الأمريكي زودياك، والذي صدر خلال سنة 2007، والذي وثق لسلسلة من الجرائم المخيفة والغامضة التي أرعبت الناس في ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الستينيات من القرن الماضي. قال زودياك سفاح متسلسل اشتهرت جرائمه في نهاية الستينيات في بنيسيا فاليجو في ولاية سان فرانسيسكو، وذلك ما بين شهر ديسمبر من العام 1968 وشهر أكتوبر من العام 1979. بدأت أحداث تلك الجرائم الغامضة في 20 من شهر ديسمبر من سنة 1968، وذلك بعدما أن تم إطلاق النار على زوجين داخل سيارتهما على طريق يسمى طريق العشاق. عثرت الشرطة على القتيلين ورسالة غامضة على السيارة تحمل توقيع القاتل، لكن ورغم التحريات والتحقيق مع العديد من الأشخاص لم يستطع رجال الشرطة التوصل إلى هوية المتهم. توالت الأيام والشهور وبدأت المنطقة تشهد ارتكاب مجموعة جرائم أخرى مشابهة للأولى، فقد أطلق القاتل النار مرة أخرى على زوجين وسط حديقة عامة، كما قام بربط رجل وامرأة وطعنهما حتى الموت بالقرب من بحيرة بالمنطقة، ثم أطلق النار على سائق سيارة أجرة فأصابه في رأسه. إلى جانب ذلك أيضا هدد بإطلاق النار على حافلة للنقل المدرسي تحمل عشرات الأطفال. بدأ جرائم هذا الجاني الغامض تتصاعد، كما انتشرت أخبار جرائمه كالنار في الهشيم في العديد من المناطق والولايات المجاورة، حيث تسلل الخوف والرعب لنفوس السكان المحليين، خصوصا مع عجز الشرطة في العثور على المتهم في تلك الأثناء. قام المحققون باستجواب ما يزيد عن 2500 مشتبه بهم، 5 من بين هؤلاء اعتبروا مشتبها فيهم بالدرجة الأولى. ومع كل تلك التحريات والتحقيقات لم يتم التوصل إلى أي دليل قطعي يدين شخصا بعينه، كما أن الطب الشرعي خلال تلك السنوات لم يكن متطورا بما يكفي لحسم الاتهامات وإثبات تورط أحدهم. وبالحديث عن ضحايا ذلك القاتل المتسلسل، فقد كانت تجمعهم خاصية كون أعمارهم جميعا ما بين سن 16 و29 عاما.
بعد مرور عدة أسابيع على ارتكاب تلك الجرائم، توصلت صحف مشهورة في الولاية وهي صحيفة سان فرانسيسكو، صحيفة سان فرانسيسكو أكزاميتس وصحيفة فايخو تايمز هيرالدل، تتلقى رسائل غامضة مكتوبة بخط اليد من شخص يدعى أنه مرتكب كل تلك الجرائم الغامضة، وتحمل توقيع ورموزا أخرى ادعى المرسل أنها ستكشف عن هويته الحقيقية. كما أنه بعد مرور عدة أيام أخرى عاد وراسل صحيفة سان فرانسيسكو أكزاميتس، عرف فيها عن نفسه، حيث جاء في الرسالة ما ترجمته الزودياك يحدث أو The Zodiac Speaking، ومن هنا حظي القاتل على هذا الاسم الزودياك. كما كان عقب كل جريمة يرفقها بتوقيع غامض، وأيضا يقوم بالاتصال بالشرطة ليخبرهم أنه هو مرتكب الجريمة، وداعيا إياهم إلى الكشف عن هويته عبر فك لغز تلك الرسائل التي تتلقاها وسائل الإعلام. لكن ورغم محاولة المحققين التوصل إلى هويته عبر مراقبة خطوط الهاتف أو اللجوء إلى محاولة فك رموز الرسائل، فقد ظلت عاجزة عن ذلك. فرسائله كانت عبارة عن رموز غريبة وغامضة يصعب فك شفراتها، كما أنه كان ينهيها بتوقيع خاص عبارة عن دائرة وبداخلها خطوط متقاطعة. كما كان السفاح خلال رسائله لوسائل الإعلام ومكالماته للشرطة يكشف عن مخططاته في عمليات اغتيال مستقبلية، لكن شخصية الزودياك ظلت غامضة مجهولة ومحيرة للجميع، ولم تستطع كل التحريات الوصول إلى معلومات دقيقة قد تقضي إلى الإيقاع به. ضحايا الزودياك: من خلال رسائله التي وجهها إلى الصحف، كشف قاتل الزودياك على أنه قتل 37 شخصا، غير أن التحقيقات أشارت إلى أن هناك 7 ضحايا مؤكدة فقط، نجا منهم 2 فقط، وهم دايفيد آرشر فارادي ذو 17 سنة وبيتي لوجينسن 16 سنة، واللذان أطلق عليهم النار وقتل في 20 من شهر ديسمبر من سنة 1968 في طريق بحيرة هيرمان داخل حدود مدينة بنيسيا. ثم مايكل رينو البالغ من العمر 19 سنة ودارلين إليزابيث فارين التي تبلغ من العمر 22 سنة، اللذان أطلق عليهم النار في 4 من شهر يوليو من العام 1969 في موقف للسيارات بمدينة فاليجو. نجا مايكل رينو في حين أعلن عن وفاة فيرن بمستشفى بالمنطقة. من بين ضحاياه أيضا برايان كالفن هارتن البالغ من العمر 20 سنة وسيليسيا آن شيبرد ذات 22 عاما، واللذان تعرضا للطعن بتاريخ 27 سبتمبر من العام 1969 وذلك ببحيرة برياسا بولاية نابا. نجا برايان من 8 طعنات بالظهر، في حين أن سيسيليا شيبرد قد توفيت نتيجة لجروحها البليغة في 29 من شهر سبتمبر. أيضا بول ليستاين البالغ من العمر 29 سنة والذي أطلق عليه القاتل النار وأرداه قتيلا في 11 من شهر أكتوبر من سنة 1969 وذلك في مرتفعات بريسيدو بسان فرانسيسكو. ضحايا آخرون لقاتل الزودياك: من بين الضحايا الذين اشتبه في أنهم من تعرضوا للقتل على يد الزودياك نذكر روبرت دومينغوس صاحب 18 سنة والإنداد إدواردز ذات 17 سنة، واللذان قتل في 4 من شهر يونيو من العام 1963 وذلك في شاطئ قرب مدينة جافيوتا، حيث أنه الضحيتين تم اعتبارهما كضحايا محتملين بسبب التشابه بين مقتلهما وهجوم الزودياك قرب بحيرة برياسا بعد 6 سنوات من ذلك. أيضا شيري جوبيتس ذو 18 ربيعا الذي طعن حتى الموت وقطع رأسه في شهر أكتوبر، كذلك دونا لاس ذات 25 سنة والتي شوهدت آخر مرة في 6 سبتمبر من سنة 1970 بمدينة ستيتلاين. من بين ضحايا المحتملين أيضا
كاثلين جونز ذاتي 22 سنة، والتي زعمت أنه تم اختطافها في 22 من شهر مارس سنة 1970، وذلك على طريق سريع بالقرب من مدينة موديستو. ثم هربت من السيارة التي كان يسوقها رجل قام بتوصيلها وطفلتها الرضيعة من بين منطقتي ستوكتون وباتريسون لحوالي ساعة ونصف. الاتصال ببرنامج حواري بتاريخ 20 من شهر أكتوبر من العام 1969، اتصل شخص يدعى أنه زودياك وطلب من مديرية الشرطة بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أن يظهر واحدا من المحامين البارزين إفلي بايلي أو ميلفن بايلي في البرنامج الحواري المحلي صباح سان فرانسيسكو. وبالفعل قام ميلفن بايلي بالظهور في البرنامج مع الصحفي جيم ديمبر، الذي طلب من المشاهدين أن يبقوا الخطوط مفتوحة. وبالفعل اتصل شخص عدة مرات وادعى أنه الزودياك، كما قال أن اسمه الحقيقي هو سام. وقد وافق المحامي ميلفن بايلي مقابلته بمدينة دالي، لكن المشتبه به لم يظهر أبدا بعد ذلك. هوية قاتل الزودياك. في سنة 2007 ادعى شخص يحمل اسم دينيس كونفان أن زوج والدته المدعو جايك تيرنس هو الزودياك، كما قدم كوفمان العديد من الأشياء لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن بينها قلصونة مشابهة لتلك التي ارتداها الزودياك بحسب مصادر إعلامية. لكن تحليلات الحمض النووي التي أجراها المكتب الفيدرالي اعتبرت غير حاسمة في سنة 2010، كما صرح كوفمان بعد ذلك أنه يملك صور وملفات حول ضحايا زودياك، وادعى أنها تخص زوج والدته، كما قام بنشر بعض الصور من تلك الملفات في موقعه الخاص، لكنها لم يتم اعتبارها كدليل قاطع لأنها غير واضحة تماما. وفي سنة 2009 خرجت سيدة تدعى ديبرا بيرز بتصريح تقول فيه أن والدها المدعو جاي وارد اندريكسون هو الزودياك، لكن تلك السيدة كانت قد ادعت في وقت سابق أنها ابنة غير شرعية لرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي، ولذلك لم يتم أخذ ادعائها بعين الاعتبار. وبذلك تظل قضية قاتل الزودياك لغزا بلا حل، أعجز المحققين وأرعب العديدين حول العالم، كما ظلت رسائله الغامضة رموزا لم يستطع أحد تشفيرها إلى حدود الساعة. فيما يلي مشاهدينا الكرام، تحت طلبكم ووفاء بالوعد ندرج لخمس تعليق وردت خلال الحلقة السابقة. مريم: مبدع، محتواك جيد بطريقة خيالية، استمر. خالد: أصبحنا مدمنين مقاطعك، نراها كل ليلة عاشت الأيادي. مروان: ما شاء الله، أسلوب جذاب ورائع، استمر يا مبدع. عبد الرحمن موسى: أنا لم أشاهد من قبل قناة ترفع مثل هذا المحتوى، ولا سيما طريقة تقديمهم للمحتوى أكثر من رائع، تحياتي وتقديري. محمد عساوي: طرح مميز وصوت متناسق وجميل، بارك الله فيك، واصل. وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة وانتقاداتكم البناءة، ندعوكم مشاهدينا الأعزاء على عمل اللقاء في فيديو قادم، قصة واقعية مثيرة وغريبة. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.